أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ذكر بعض أهل التفسير وغريب القرآن أن معنى قوله تعالى والنجم إذا هوى أي أن القرآن نزل منجما على نعم، هذا من الأقوال، من الأقوال في النجم أن المراد به ما ينزل من القرآن من النجوم، لأن القرآن نزل منجما على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني منجم يعني على آجال وأقساط، ما نزل جميع دفعة واحدة، وإنما نزل على آجال وأقساط حسب الحوادث، حسب الحوادث. فيقولون المراد بالنجم هنا الجملة من القرآن التي تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. نعم.